مرحبا حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. اهلا وسهلا فيكم بقناتي رهف ارتس. رجعت لكم بفيديو جديد. اليوم رح نتعلم لعبة الميكي ماوس. لعبة صغيرة مثل ما لكم شايفين، كتير لعبة سهلة، ما بتاخد وقت ابدا ولا شغل، دغري بتكون خالصة. فينا نستخدمها بورتكلي للمفتاح، او فينا نعلقها بجزداننا، كتير بيطلع شكلها حلو. وقبل ما نبدأ بالشغل، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس لينزل كل فيديو جديد لإلي عندكم. وهلأ منقول بسم الله ومنبدأ بالشغل. من بعد ما عملنا عقدة البداية، رح نعمل غرزتين سلسلة. رح نعمل بغرزة السلسلة الثانية غرز حشو. رح نعمل 8 غرز حشو. 1 2 3 4 5. بعد ما عملنا 9 غرز حشو، رح نختم السطر بغرزة الحشو. أول غرزة حشو عملتها بالسطر رح نختم فيها، نعمل غرزة منزلقة. رح نرتفع بغرزة سلسلة. هلأ بهذا السطر رح نعمل بكل غرزة حشو غرزتين حشو، رح نعمل تزايد بكل السطر. رح نبدأ بأول غرزة، هي 1 وهي 2. بالغرزة الثانية كمان غرزتين حشو، إذن رح نكمل باقي السطر بنفس الطريقة. بكل غرزة حشو غرزتين حشو، نعمل تزايد بكل غرز السطر. بنهاية السطر رح يكون عندي عدد الغرز 18 غرزة حشو. وصلنا لآخر غرزة وعملنا فيها غرزتين حشو، ورح نختم بأول غرزة حشو عملناه بغرزة منزلقة، ومنرتفع بالسطر الجديد بغرزة سلسلة. إذن صارت عندي الدائرة بهذا المقاس. يمكن الغرز ما كتير واضحة عندكم لأنه اللون أسود. هلأ بالسطر الجديد، السطر الثالث، بعد ما ارتفعنا بغرزة سلسلة، رح نعمل بأول غرزة تزايد. رح نعمل غرزتين حشو، هاي أول غرزة وهاي غرزة الحشو الثانية. الغرزة اللي بعدها رح نعمل غرزة حشو واحدة. الغرزة اللي بعدها بنعمل غرزتين حشو. إذن هذا السطر غرزة بنعمل فيها تزايد، وغرزة ما بنعمل فيها تزايد، وبنعمل غرزة حشو واحدة. هاي غرزة حشو واحدة. الغرزة اللي بعدها تزايد، غرزتين حشو. رح نعيد نفس الشغل بكل السطر، غرزة حشو واحدة ويلي بعدها غرزتين حشو. بهذا السطر رح يصير عندي عدد الغرز 27 غرزة حشو. وصلت لآخر غرزتين، عم أعمل غرزتين حشو تزايد، وبآخر غرزة رح نعمل غرزة حشو واحدة. بما أنه أنا بديت السطر بتزايد، فآخر غرزة رح تكون عندي بدون تزايد، وكمان رح نختم السطر بأول غرزة حشو، نعمل فيها غرزة منزلقة. والدائرة صارت عندي بهذا المقاس. هلأ من بعد ما خلصنا السطر الثالث، تمام، بالسطر الثالث عندي 27 غرزة حشو. رح نبدأ السطر بغرزة سلسلة، وبكل غرزة حشو رح نعمل غرزة حشو واحدة. إذن بهذا السطر رح نوقف التزايد، نعمل بكل غرزة حشو غرزة حشو واحدة. رح يبقى عندي عدد الغرز
27 غرزة حشو. رح نعمل سطرين، السطر الرابع والخامس. هيك وصلت لنهاية السطر ورح أعمل سطر جديد. نختم بأول غرزة حشوة عملناها. هلأ بنرجع بنعمل السطر الخامس كمان بدون تزايد. هلأ من بعد ما خلصت السطرين الرابع والخامس بدون تزايد، مثل ما شايفين طب الشغل عندي أكتر، هيك صار بهذا الشكل. هلا رح نبلش الشغل باللون الاحمر. لحتى نبدا بالشغل باللون الاحمر رح ندخل السناره باول غرزه حشو عملناها بهذا السطر لنختم ونعمل غرزه منزلقه، بس ما رح نسحب اللون الاسود، رح نسحب اللون الاحمر بهي الطريقه. رح نرفع السناره ونسحبه، نسحب الخيط بالسنارة بالحلقة الثانية. تمام، رح نعمل غرزة سلسلة. هلأ بهذا السطر كمان رح نكمل بكل غرزة حشو غرزة حشو واحدة. تمام، فرح نكمل نبدأ بسطر جديد. هاي أول غرزة حشو، رح نعمل ثلاث غرز حشو. هلأ رح نحط السنارة بأول غرزة حشو عملناها ورح نختم الخيط الأسود، نقص الخيط الأسود بهاي الطريقة ورح نعقد الخيط الأسود مع الخيط الأحمر. طبعا حطيت السنارة لحتى أنا وعم شد الخيط الأحمر ما تشد أول غرزة. تمام، إذن رح نكمل شغل عادي باللون الأحمر. رح نضل عم نعمل بكل غرزة حشو غرزة حشو واحدة، رح نضل موقفين التزايد. هلأ من بعد ما خلصنا سطرين أحمر بدون تزايد، عملنا اثنين أسود بدون تزايد ورجعنا عملنا اثنين أحمر بدون تزايد. هلأ رح نبدأ بالتناقص. عملنا غرزة سلسلة ببداية السطر، رح نعمل بأول غرزتين تناقص. هاي أول غرزة وهي الغرزة الثانية، رح نعمل فيهم تناقص. هلأ رح نعمل بعدهم غرزة حشو واحدة. نرجع نعمل تناقص، نرجع غرزة حشو واحدة. إذا هلأ عملنا غرزة حشو، هلأ بنعمل تناقص، ناخذ غرزتين مع بعض، نرجع نعمل غرزة حشو. رح نكمل باقي السطر بنفس الطريقة، غرزة حشو وغرزتين مع بعض بنعمل فيهم تناقص. هاي وصلنا لآخر ثلاث غرز، عم نعمل تناقص بغرزتين وبقي عندي غرزة واحدة بنعمل فيها غرزة حشو. إذن أنا بديت بتناقص فرح انتهي بغرزة
غير زيت حشو واحدة. ورح نختم السطر بأول غير زيت حشو. هلا رح نعمل بالسطر الجديد بكل غرزة حشو غرزة حشو واحدة. إذن ما رح نعمل تناقص، رح نعمل بكل غرزة حشو غرزة حشو واحدة. وهيك بنكون انتهينا من السطر اللي اشتغلناه بكل غرزة حشو غرزة حشو واحدة. وهلأ رح نبدأ بالحشي، رح نستخدم الفايبر. بعد ما انتهينا من حشي اللعبة شفنا انه صار شكله مناسب، تمام. هلأ اخر سطر رح نشتغله كله تناقص، رح نبدأ بغرزة سلسلة ونعمل بكل غرزتين تناقص، كل غرزتين ناخدهم مع بعض. هاي اول غرزتين عملنا فيهم تناقص، نرجع بالغرزتين يلي بعدهم كمان بنعمل تناقص، تمام. رح نرجع إذن بكل السطر تناقص. وصلت لآخر غرزتين رح نعمل فيهم تناقص، نختم السطر بأول غرزة حشو بالسطر، تمام. وهلأ لحتى ننهي الخيط الأحمر رح نعمل غرزة سلسلة ونص الخيط، طبعا نترك خيط طويل. رح نفوت الخيط من قلب السلسلة ونشده، ورح نستخدم الإبرة لننهي الشغل بهاي الطريقة. رح نفوت الإبرة بأول غرزة، طبعا قبل ما ننهي الشغل اذا حسينا انه لسه بدها حشي شوي بالفايبر ممكن انه نحشيها اكتر.
طبعا هيك بنكون عم نمكن الخيط اكتر. هلأ لحتى نشتغل أدام للميكي ماوس عملنا الدائرة السحرية، عملنا بقلب الدائرة السحرية 9 غرز حشو. تمام، هلأ بعد 9 غرز حشو رح نرتفع بغرزة سلسلة، رح نعمل بكل غرزة حشو 2 حشو. بقي عندي آخر 2 حشو ما رح نشتغل فيهم، ما رح نشتغل فيهم غرز حشو لحتى تكون الأذن بهذا الشكل. تمام، لحتى أحصل على هذا الشكل رح خليها الأذن بس لهون. إذا آخر 2 غرز بس ما اشتغلت فيهم غرز حشو، وأكيد ما بننسى نخلي خيط طويل للخياطة. وهلأ رح نشتغل قطعة تانية بنفس الخطوات. وهلا لحتى نبدأ بالبابيون رح نعمل الدائرة السحرية. من بعد الدائرة السحرية رح نعمل 3 غرز سلسلة، 1 2 3. بعد 3 غرز سلسلة رح نعمل 3 غرز عمود بقلب الدائرة السحرية، هاي 1 وهاي 2 وهاي 3. بعد ما عملنا 3 غرز عمود رح نرجع نعمل 3 غرز سلسلة، ورح نعمل غرزة منزلقة بالدائرة السحرية بهاي الطريقة. وهلا رح نرجع نعمل 3 غرز سلسلة. بعد 3 غرز سلسلة رح نرجع نعمل 3 غرز عمود. وبعد 3 غرز عمود رح نعمل 3 غرز سلسلة، ونختمهم بغرزة منزلقة. تمام، وهلأ رح نضيق الدائرة السحرية. هلأ رح نعمل غرزة سلسلة ونقص الخيط بهاي الطريقة.
هلا رح نجيب هذا الخيط، نخلي طرفه لتحت، ونخلي هدول الخيوط بالنص، وهيك بنكون وصلنا للشكل النهائي للعبة الميكي ماوس. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو وعجبتكم اللعبة. اكتبوا لي رأيكم بالتعليقات، واكتبوا لي كمان شو بتحبوا يكون الفيديو الجاي. وهيك بيكون انتهى فيديو اليوم، شوفكم بفيديوهات جديدة. شكرا على المتابعة.